السلام عليكم، شلونكم؟ شلون الصحه؟ شوف اليوم الجو، نتين نتجه ايضا الى الصيف. اليوم الحراره 37 والشمس، يعني الجو ببعض الغبار، لان الباحه بالليل صار غبار خفيف بغداد، لكن التجهين للصيف. طبعا اليوم بعدني حاليا انفرتر واحد ل 8 كيلو واط، واليوم كان حمل التبريد كلش عالي، كان اليوم لدرجه انه يعني البيتين على انفرتر واحد 8 كي بي عبر ل 8 كيلو واط، يعني 35 امبير سحب وفصل مره مرتين الانفرتر ورجع. طبعا اشوفكم الورد للورود، هذا الورد للورود. كل المشتركين بالقناة واللي حابين يشتركون بالقناة، ياسمين هندي برائحة الياسمين. حاليا حمل قليل بعد ما قايد العمل ما مسويه. هنا رف البطاريات، هذه حمل البيت، تقريبا قد حمل البيت تقريبا 11 امبير. طبعا بهذا الفيديو، يعني مثل ما شفتوا بالفيديو السابق اللي الخلايا جربناهن، هاي اللايشن، وقسنا سعتهن وشفنا البي ام اس وشغله، وشفنا الانفيرتر هذا وشغله. طبعا كان اكو مشكله بسيطه تصير بالانفيرتر، هي خطا 55 اللي هو طلع يعني بسبب الاحمال الحثيه غير نظيفه من هذا الشسوار او مجفف الشعر، رخيص او نوعيه رديئه، فممكن تسبب مشكلة بالانفيرتر فيفصل على ايرور، يعني مجرد طفي والشغلة يرجع، لان ما انا حملت الانفيرتر ضعف القدرة ما فصل، بس على الاحمال القليلة للشسوار، يعني من تقلل الشسوار على خير ممكن يسبب مشكلة. فهذا الفيديو راح نشوف الخلايا، عندي خلايا 105 جديدات، نشوف سعتهن، حشد اثنين يعني توازي، يعني 4S2P 4S2P يعني أربع خلايا توالي، اثنين توازي parallel، أي 4 series 2 parallel. حتشوفون هسه الخلايا، طبعا هي خلايا جديدات، نشوفهن، نشوف الباركود، وأيضا نفحص سعتهن، نشحنهن، نشوف ايش قد حاليا بهن شحن، ونفحص سعتهن طبعا، ونفس ما سوينا هناك، يعني نستعمل نفس الأحمال، نحملها 100 أمبير لحد ما توصل 25%، بعدين نقلل الحمل حتى نطلع أكبر سعة ممكنة من الخلايا. شوفكم. هاي الخلايا اللي وياها، هاي براغي 6 مرغي واشر، وهاي شوية تكون نحسة، لازم على كيفك الضب. يجي وياها هذا الباز باب نحاس، ما اعرف ايش قد من لم هذا. طبعا دمي مقبغات تجي، نشوف شوفوا الفولتيات مالتهن، يعني تقريبا اغلب الخلايا تجي 3.3 فولت. شوف من طريقة الربط، هنا كل خليتين توازي، شوفون زائد زائد سالب سالب، بعدين نربط توالي ويا الخليتين الثانية، وهكذا سوينا أربعة خلايا، مفروض 210 امبير ساعة عندنا هنا.
فنبدي احنا نشحنهن، نبدي نشحنهن ونشوف ايش قد ساعتها اللي من المصنع. اول شي نشوف الباركود خلايا ذني. هسه طلع الخلية 105 أمبير ساعة، مصنوعة 18/9/2023، معمل جيجمان، أوردر 63، وهذا كود مال الخلية. نشوف الثاني، باركود الثاني لحظة، مو هذا هنا، أي أيضا طلع. شوف هذا 611/19/9 مصنوعة. شوف هنا السيريال نمبر مالتها 670. نشوف البقية 19/9 نفس الحالة، 432 رقم السيريال مال الخلية هاي. كل المصنوعات شهر 9 EVE. خلينا نشوف اول شي نشحنهن، نغير اعدادات الشنط، نسوي الخلية شقد عندنا. الخلية اول شي نغير مالتها الشحن، اعدادات الباتري نسوي 210 امبير ساعة، لان عندنا 205، ونسوي نسوي حاليا شحن نقول 45%، خلينا نقول ونشوف ايش قد راح ينشحن به. حاليا نسبة شحن 45%، ونشغل شو اسمه الانفرتر. اي حاليا حشغل الكهرباء على الانفرتر، اشتغل يبدي يشحن. حرارة هنا طبعا نسيت اخذ مستوى الضوضاء، خل اطفيه. اخذ مستوى الضوضاء بعدين اشغله. مستوى الضوضاء هنا، الضوضاء 40، هاي من ناحية يصعد 45. شغل الانفرتر حتى يشحن. مستوى الضوضاء شوف وش قد يشحن. تيار 15 امبير، 17 امبير، انا حطيت 40 امبير، ونشوف ايش قد تبدي تاخذ الخلايا. تاخذ 40 امبير لا، نشوف ايش قد ينملي. حاليا ساعة 3:45 مساء. هيا حاليا البي ام اس يقول هل قد بيها شحن، ويعني الفرق بين الخلايا تقريبا 20 ملي فولت، تقريبا يعني عن البراغي شبه شديتهم. حاليا ساعة 7:45، وهسه الله بدأوا يعبرون 4:05، صار له تقريبا نص ساعة يسحب تيار على 4:05. وخلينا نشوف ايش وقت يملي. اضطريت ارجع سعة الشنط، لان وصل 100% ورجعتها لل 95، وايضا بعدها دا يستلم تيار. يعني صور هاي البطاريات سعتها اكبر مما هذا يقولون، وهواية لكن ما نعرف ايش قد هواية.
حاليا بدأت تصعد، بدأت تصعد الفولتيات، بدأت تنملي الخلايا ذني. شوف الحرارة 32 صعدت درجة الحرارة. لين هذا الموازن يشتغل بعد ما يفصل اوفر فولتج، فقللنا الاوفر فولتج لل 3.6 حتى الموازن يشتغل. شوفون تقريبا 70 ملي فولت، حاليا كان 150 ملي فولت. نشحن خلية رقم 4، شحناها خلية رقم 4 نشحنها يدويا، تكون فولتيتها شوية تزيد. تيار الموازنة، خلنا نفحصه. تيار الموازنة على خلية رقم 2 وخلية رقم 4. خلية رقم 2 160 ملي أمبير، 170 ملي أمبير. وخلية رقم 4 160 ملي أمبير، 170 ملي أمبير، يعني 300 ملي أمبير موازنة. يوازن خليتين بنفس الوقت. اي اخيرا حاليا ساعة 11 كملت الموازنة، حاليا البولتية 3.55 نفس بولتية ديش الخلايا 200، حطناها 3.55 فرق عن 3.65 كلش قليل بالساعة. وهسه نبدي نشغل ديسشار تقريبا موازنة 18. هسه حنجرب نسوي شارج على ال شو اسمه على الانفرتر. شوفون الخلايا تقريبا هسه مساوية بالفولتيات، نزيد الامبير 207، شوف عندنا ضعف خلية. مع البازبارات مشي طبعا، التيار العالي البازبارات مشي ذني بالتيار العالي، هاي هواية افضل منها. مشي توصيل حرارتكو. طبعا هذني البازبارات اكو مشكلة هنا بالتوصيل، وصل حرارة عالية وتبين الفولتية مع الخلايا هاي منخفضة. فيعني للأسف هاي البازبارات مو هالقد، وايضا عندنا لان احتمال رابطين توازي، احنا عندنا البراغي ذني ام 6 يعني ما تتحمل ضب عالي، لانه يعني القاعدة مالت الألمنيوم وأي ضب زايد ممكن يفلت. كمل اختبار التفريغ، بعدنا حاليا 50% بعدنا نشوف. هسا احنا جينا بعد
حاليا الساعة 2:30. طبعا هنا مثل ما تشوفون الحرارة بنقيسها تقريبا 37 حرارة الخلايا، والسعة تقريبا لحد الآن مطلعين 198 أمبير ساعة، وشيك ممتاز. البيمس يقول عندنا 4%، والشانت يقول عندنا، يعني احنا خليناه 230 حتى نشوف القد يقيس. حاليا 2% ده يقول عبر 200، وده نشوف ايش قد تنطينا السعة. حاليا قربنا الخلايا 3 فولت، لم تنزل عن 3 فولت، يعني خلاص تقريبا خلصت الشنط. البي ام اس يقول انه خلص الشحن 210 امبير، خلص صفر يعني، بينما بعد ببعض الطاقة، يعني خلايا بعدها على 3 فولت، والخلايا حرارتها 35 درجة، المحيط تقريبا 27 درجة. هذا التيرمينال الحامي، نشوفك الفرق بعد الفرق، يعني قدرنا نشده شوي أحسن حتى نقلل الفرق بالأخير يعني، لكن تيارات عالية ما يتحمل هذا التيرمينال. بدأت تنزل حاليا، عبرنا 209 أمبير ساعة، 209 أمبير ساعة، بدأت تنزل خلية رقم 1 جوا 3 فولت، 211 أمبير ساعة، بعد بيها سعة هي المفروض 210، لأن خليتين 105 توازي. بعدنا ده ننزل تقريبا حاليا يعني حلو. وش سعة بيهن؟ تفريغ التيار مو قليل، 50 أمبير مو قليل. عبرنا 211، بس نشوف حرارة 36، بعدنا مستمرين باختبار التفريغ. البي ام اس تقول عندنا صفر، وحاليا مفرغي 216 أمبير ساعة. بدأت الفولتية تقل، من وصل 10.5 فولت الانفيرتر يفصل، طبعا الفولتية من الانفيرتر أبعد أكيد أقل، فمن يفصل الانفيرتر احنا حنكون فرغنا يعني مو 100% من السعة، لكن نقدر نقول 90%. حاليا لتنزل جوا 11 فولت، وراح يبدي يفصل الانفيرتر، وتقريبا طلعنا يعني الساعة هسه دوا 11 فولت، وطلعنا 220 أمبير ساعة، شي ممتاز. 220 أمبير ساعة من خلايا 210 أمبير ساعة. هاي خلايا جديدة، كل الخلايا الجديدة يجيبون راحتها تعبت. أتمنى الفيديو أعجبكم، وشكرا جزيلا. أتمنى الفيديو أعجبكم، ونشوفكم في الفيديو الثاني. لا تنسون الاشتراك بالقناة. شكرا جزيلا، مع السلامة.